من احتراف كرة القدم إلى صبغ الجدران وتلوينها، تحول لاعب كرة القدم السوري عبد الإله الزعبي بعد رفض نادي الكرامة إعطائه الكشوفات التي تمكنه من التعاقد مع أندية أخرى واللعب ضمن صفوفها بسبب قرار عدم رضوخه للعب تحت علم النظام السوري. الوضع لم يكن أفضل عند لاعب نادي الطليعة مفيد ذكرات، الذي أصبح هو الآخر أستاذ رياضة في إحدى مدارس الشمال التي تعنى بتدريس اللاجئين السوريين بعد أن اتخذ القرار عينه. من بداية الأحداث بسوريا اضطريت أطلع لبنان وجيت لهون. هلا حاليا أنا محروم إني ألعب بأي فريق دوري لبناني بسبب كشوفاتي الموجودة بسوريا اللي ماني قادر جيبها. لا بدي جيبها بحالتين، ان اما انزل انا جيبها بايدي او انا فريق يطلبني، الفريق بده يطلبني بده يجربني وبده يعني عم تعذب كثير، فانا وقفت عن ممارسه الرياضه. حاله عبد الاله ومفيد لا تختلف عن حاله 30 لاعبا اخرين محرومين من اللعب بسبب عدم الحصول على كشوفات لمسيره حياتهم. نحن هون تقريبا اغلب اللاعبين نواجه صعوبه بالامضاء كعقدهم بلبنان بسبب صعوبه انه نقدر نجيب كشف اللاعب، فما بيصير له مجال مثل اللاعب الفلسطيني. اللاعب الفلسطيني بيقدر يلعب هون، كل نادي بلبنان موجود بلبنان بيقدر يلعب لاعب فلسطيني. اللاعب السوري هو لاعب اجنبي، يعتبر بدنا نتعاقد معه كاجنبي وبده يكون عنده كامل مواصفات اللعب الأجنبي، مش من حيث اللعب، لا من حيث الأوراق الإدارية. يعني الأوراق الإدارية الموجودة لازم يكون في عنده استغناء دولي، يعني بدنا نرجع للاتحاد السوري لكرة القدم وبده هو يبعث الاستغناء أو TMS تبعه بسموه. مستقبل اللاعبين اللذين أصبحا لاجئين في لبنان أصبح مرهونا بالكشوفات، حيث يمنع قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أي لاعب أجنبي من اللعب ضمن صفوف أي ناد لبناني في حال عدم وجود الكشوفات معه. لهذا يكتفي مفيد عبد الإله بالتمرن مع الأندية اللبنانية للحفاظ على لياقتهما البدنية. الرياضة كغيرها من الأنشطة والفنون لم تسلم من تداعيات الحرب التي يشنها النظام على السوريين. حتى أحلام الشباب الذين رفضوا اللعب تحت علم النظام نالت من حقده قسطا وفيرا. من شمال لبنان، فاطمة عثمان، أورينت نيوز.